لف وشوف مع منفيس. لف وشوف مع منفيس كل خميس. أشهر 20 مكان ترفيهي للعائلة في الإمارات. دلوقتي معدنا مع الترفيه والمتعة لكل أفراد العيلة. تعتبر الإمارات من أشهر الدول اللي فيها مدن ترفيهية وملاهي عالمية، اتسجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. 1. دبي باركس أند ريزورتس. يعتبر دبي باركس أند ريزورتس أول منتجع سياحي متكامل في الشرق الأوسط، لأنه بيحتوي على 4 منتزهات عالمية بالإضافة إلى ريفرلاند دبي. أول بارك هنعرضه هو ليجولاند. في حديقة ليجولاند صممت الألعاب بقطع الليجو واللي تم تصنيعها خصيصاً لهذا المكان. الحديقة متقسمة لأقسام كتير، منها المصنع والمملكة ومدينة الليجو ومعرض النماذج المصغرة اللي بيحتضن أهم المعالم السياحية الشهيرة حول العالم. وموجود في البارك أكتر من 40 لعبة بالإضافة للعروض الحية الممتعة. ولمحب الليجو لسه ليهم مفاجأة كمان، هي ليجولاند ووتر بارك، وهي حديقة مليئة بألعاب الأكوا المائية المصممة للعائلات والأطفال. بعد كده موشن جيت. عالم موشن جيت بيقدم للأشخاص المهتمين بالأفلام متعة ما تتوصفش، وهيخليهم يعيشوا الخيال في رحلة سينمائية عالمية. وبعد ما تخلص هتنطلق في مغامرة مليئة بالإثارة في عالم موشن جيت المليء بالألعاب الاستثنائية. أما في بوليوود بارك هتلاقي نفسك اتنقلت للهند في ثانية وسط أفلامها الأسطورية، وهتحس أول ما تدخل بوليوود كأنك في الثمانينات وانت بتتفرج على السينما الهندية. وكمان هتلاقي العديد من الأنشطة والألعاب الترفيهية ذات الطابع الهندي. بس كده؟ لأ، وهتتفرج على الاستعراضات الهندية المنتشرة في البارك، حاجة مبهرة. ريفرلاند دبي. ريفرلاند دبي موجود في قلب دبي باركس أند ريزورتس. شوارع لها طراز معماري متميز جدا، هتستمتع بالمشي واللف فيها. وكمان موجود أكتر من 50 مطعم غير المسارح والعروض اللي هتشوفها. 2. حديقة دبي المعجزة. الحديقة دي معجزة فعلا، لأنها بتحتوي على أكتر من 50 مليون زهرة من جميع أنحاء العالم. تنتشر فيها المجسمات المغطاة والمحاطة بالزهور، زي مجسم طائرة الخطوط الإماراتية وممر القلوب الرومانسي الشهير وطريق المظلات الملونة ومجسمات منازل الزهور. وما تنساش أن الحديقة مغلقة في الصيف. 3. عالم فيراري أبو ظبي. يوجد عالم فيراري في جزيرة ياس في أبو ظبي على مساحة 200 ألف متر مربع، وده اللي خلاها تاخد لقب أكبر مدينة ألعاب مغطاة في العالم. أهم الألعاب الموجودة هتلاقيها في منطقة الفورمولا، لاحتوائها على لعبة هتمشي بيك بسرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين. ده غير رولر كوستر فلاينج ايسز اللي هيخليك تطير بقطر الموت بسرعة عالية في طريق بمنحدرات مرعبة. مش بس كده، ده غير 35 لعبة هتعيش من خلالها تجربة مثيرة جدا. أربعة، عالم وورنر براذرز أبو ظبي. وهي من أكبر المدن الترفيهية على مساحة تزيد عن 1.5 مليون متر مربع، وبتتميز بوجود العديد من الشخصيات الأكثر شهرة في العالم، مثل شخصيات الهيرو، سوبرمان، وباتمان، ووندر وومن، وشخصيات الكرتون مثل توم أند جيري، وباكس باني، وسكوبي دو. مش بس كده، ده كمان هتلاقي 29 لعبة ومجموعة كبيرة من العروض الترفيهية. وكمان علشان هتقضي هناك اليوم كله، هتلاقي مطاعم كتير ومحلات تجارية منتشرة في المدينة. 5. سكي دبي. سكي دبي الموجود في مول الإمارات هو أول منتجع تزلج داخلي في الشرق الأوسط،
بيضم أكبر حديقة ثلجية في العالم، وده هيديك إحساس إنك سافرت القطب الشمالي. وبيقدم سكي دبي مجموعة كبيرة من الأنشطة مثل الطلقة الثلجية ولقاء البطريق ومنطقة التزلج الحرة، ده غير الحديقة الثلجية الأكبر في العالم بمساحة تصل إلى 3000 متر مربع. ستة، ياس ووتر وورلد. البارك فيه 43 لعبة مائية، وبينفرد بخمس ألعاب مش موجودين في أي مكان في العالم. مش بس كده، ولسه كمان أطول وأكبر منزلق مائي في العالم بطول 235 متر. ولو انت بتهوى ركوب الأمواج، هتلاقي بابل سبارل مستنياك، وهتخليك تستمتع بأكبر موجة في العالم ارتفاعها 3 متر. سبعة، ملاهي أكوا فينشر أتلانتس دبي. هتستمتع بتجربة جديدة لما تلعب 30 لعبة مائية، وكمان لازم تجرب أطول نهر الليزي ريفر في دبي، وكمان تجرب السباحة وسط الحيوانات البحرية زي الدلافين وأسود البحر وأسماك القرش. وكمان ما تنساش تزور المدينة المفقودة The Lost Chambers اللي فيها 65 ألف حيوان بحري في أكبر حوض مائي في دبي. وبعد ما تخلص ما تنساش تسترخي على الشاطئ الخاص الممتد على مسافة 500 متر. تمانية، القرية العالمية وملاهي جزيرة الخيال. عرض ضخم بيضم 30 جناح لدول من حول العالم اللي بتعرض فيه منتجاتها المحلية. أول ما تدخل أي جناح هتحس كأنك سافرت وبتتمشى في شوارع البلد كمان. ما تنساش تجرب ملاهي جزيرة الخيال الموجودة بالقرية العالمية، وبالأخص لعبة سكاي سوينج اللي هتخليك تشوف منظر رائع للقرية العالمية والنافورة الراقصة من ارتفاع يصل إلى 60 متر في الهواء. القرية العالمية مغلقة في فصل الصيف. تسعة، عالم IMG. تقع بالقرب من القرية العالمية وتم بنائه على مساحة تعادل 28 ملعب كرة قدم. أول ما تدخل هتشوف الألعاب الحماسية المستوحاة من أشهر شخصيات مثل The Avengers وفتيات القوة، وهتشوف ديناصورات بالحجم الحقيقي في منطقة الوادي المفقود. ويمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع في عالم الأبطال الخارقين مع سبايدر مان والرجل الأخضر والرجل الحديدي. وبتتميز IMG بأنها تعمل طول السنة. عشرة، ماجيك بلانت. داخل مول الإمارات بالدور الثاني موجود ماجيك بلانت بألعابها الكتير، ومن أهم هذه الألعاب السيارات المتصادمة. وكمان لو أنت بتحب البولينج هتلاقي صالة بولينج في ماجيك بلانت، وممكن تجرب لعبة الجرافيتي وهي واحدة من أكتر الألعاب شعبية. 11. دبي دولفيناريوم. دبي دولفيناريوم أول حوض مائي مغلق ومكيف بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، ويعد من أكتر المناطق شعبية في المنطقة لمشاهدة عروض الدلافين. مش بس كده، كمان هيكون عندك فرصة للسباحة مع الدلافين والتقاط الصور التذكارية. 12. دبي أكواريوم. يعتبر دبي أكواريوم من أكبر أحواض السمك في العالم، يحتوي على 10 مليون لتر من الماء. يضم الأكواريوم الآلاف من الكائنات البحرية التي تنتمي إلى حوالي 140 نوع من أسماك القرش والراي، كما يحتوي على نفق الأكواريوم اللي بياخد وقت من 15 ل 30 دقيقة. 13. حديقة وايلد وادي المائية. تقع المدينة أمام برج العرب. تصميم المدينة مستوحى من قصة جحا، الشخصية المعروفة في التراث العربي. المدينة بتقدم 30 لعبة،
ويمكنك أن تبدأ برحلة جحا عبر النهر الكسول بطول 360 متر. وبعد ما تخلص ما تنساش تجرب خليج الأمواج. 14. كيدزانيا دبي مول. تبدأ رحلة أطفالك في كيدزانيا دبي مول من مكتب تسجيل الدخول في مطار مدينة كيدزانيا، حيث يتم إصدار بطاقة الصعود إلى متن الطائرة. تعتبر مدينة كيدزانيا من أفضل المدن الترفيهية المخصصة للأطفال من 4 إلى 16 سنة. المدينة بتسمح للأطفال أنهم يجربوا أداء العديد من الوظائف ومهن الكبار التي يمكن الاختيار منها بحسب رغباتهم، مثل الأطباء أو الطهاة أو رجال الإطفاء. 15. حديقة دبي المضيئة دبي جاردن جلو. حديقة دبي جاردن جلو المعروفة باسم الحديقة المضيئة بتجمع بين عجائب العالم كلها تحت سقف واحد، حيث أنها تأخذك في رحلة إلى معالم ومواقع مختلفة عبر القارات. فمرة هتلاقي نفسك في مزرعة أزهار وألوانها جذابة جدا والشبيهة بألوان قوس قزح، أو تكون وسط الديناصورات الموجودة بالحديقة واللي عددهم بيتعدى 100 ديناصور متحرك. المكان مناسب جدا لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال. 16. حديقة الفراشات. أفضل ما يوصف به هذا المكان أنه حديقة سحرية. هتشوف الفراشات بأحجام مختلفة وألوان كتير جدا، ممكن تكون الفراشة الواحدة في حجم إيدك. وكمان هتشوف الأشجار والنباتات الاستوائية اللي بتوفر الغذاء للفراشات وبتكون مصدر جذب إضافي للحديقة. بتضم الحديقة الآلاف من أنواع الفراشات المشهورة والغريبة والنادرة. 17. حلبة سباق دبي أوتودروم. استمتع بتجربة شيقة في حلبة دبي أوتودروم المخصصة لرياضات السيارات والسباقات. في طريق بطول 5 كيلومتر تقريبا، الحلبة معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، ويمكن للأطفال من 12 إلى 18 سنة أيضا أن يستمتعوا بتجربة القيادة. 18. جزيرة بلو ووترز دبي. تمثل جزيرة بلو ووترز إضافة رائعة للمعالم السياحية في دبي. تمتلك الجزيرة إطلالة رائعة على مياه الخليج العربي، كما أنها يوجد بها عين دبي من أكبر العجلات الدوارة الترفيهية في العالم. لا تضيع فرصة زيارة هذه الجزيرة اللي بتضم أكتر من 200 مطعم ومركز تجاري ومراكز ترفيهية ونوادي شاطئية. الغريب في الجزيرة إنها متصلة بالأرض عبر جسر مباشر يمتد إلى شارع الشيخ زايد في دبي. 19. مدينة الطفل دبي هي أول مدينة تعليمية مخصصة للأطفال إلى أقل من 15 سنة في الإمارات. تشجع المدينة الأطفال على البحث والاستكشاف من خلال الأنشطة والألعاب اللي بتواكب كل ما هو جديد في عالم التعليم والترفيه. وقد صممت المدينة ليقوم الأطفال باكتساب معلومات أثناء ممارسة هواياتهم في المدينة. 20. أدفنتشرلاند الشرقة. تعتبر من أهم المدن الترفيهية للأطفال والكبار بالشرقة، وصممت على شكل غابات. تحتوي المدينة على كثير من الألعاب، ما يزيد عن 17 لعبة مختلفة، أشهرها سباق السيارات وألعاب الفيديو. توجد منطقة خاصة للأطفال أقل من 4 سنوات، تحتوي مجموعة من الألعاب المصممة خصيصا لهم. لايك وشير للفيديو لو عجبك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.